الميدان لم يزيد مشاهدينا متابعينا الأعزاء على بركة الله تعالى. إذن أعلنت هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع المميز مع انطلاقة هذه الشعارات. ننطلق وإياكم إلى الصدارة وإلى العنوان الأول لنرى من تسيطر هنالك على مقدمة هذا الشوط. هنالك مغثة ومصلح بن محمد آل دبيش من ينطلق على الصدارة مقدما لنا مغثة في هذه اللحظات. ولكن التسلل هنا والوصول من الشاهينية وزياد بن فالح بن قبضه القحطاني من يتقدم مع هذا الشعار ثالث الأسماء. وصلت في هذه اللحظات وصل الطرب وجابر بن دغيم بن مطلق الهاجرية من يقدم لنا هذا الاسم ثالث التحديات. وصلت هنالك مغثة وصال ومصلح بن محمد آل دبيش اليامي والواصل كذلك. وصل شعار محمد بن سالم المري مع انطلاقة الشاهينية على رابع الأسماء. وشعار بن عايض يتقدم في هذه اللحظات مع هوايل سعيد بن علي بن حمد المري. ولكن نعود إلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول هنا مع انطلاقة الفائزة وجابر بن دغيم بن مطلق الهاجرية من يقدم لنا الفائزة في هذه اللحظات. ولكن وصل شعار بن وحير ومحمد بن سالم المري في هذه اللحظات ينطلق مع الشاهينية والاسم القادم. وصل شعار بن دبيش مقدما لنا مغثة مصلح بن محمد آل دبيش اليامي والاسماء القادمة. وصلت هنالك الجزيرة وسعيد بن محمد بن سعيد المري من يخترق الصفوف ويتصدر وينطلق في هذه اللحظات. ولكن لا زال شعار محمد بن سالم المري على الصدارة على مقدمة هذا الشوط، لا زال صامدا على مقدمة التحديات. الله الله. ولكن الجزيرة من تتسلل في هذه اللحظات هنا مع هذا الشعار والانطلاق المميز سعيد بن محمد بن سعيد المري. وكذلك الله يا اليامي من ينطلق مع تحديات هنا الحنيشة ناجي بن مسفر اليامي. ولكن الجزيرة غادرت مع شعار سعيد بن محمد بن سعيد المري. وكذلك الحنيشة ناجي بن مسفر اليامي. يا الله السلام وين أبناء الجزيرة أم أبناء ميدان نجران؟ السلام مع الميتين متر الأخيرة ما بين الجزيرة والحنيشة. الله الله. الجزيرة أم الحنيشة؟ الحنيشة أم الجزيرة؟ ولكن أبناء نجران يتسللون وناجي بن مسفر اليامي ينطلق في هذه اللحظات مع الحنيشة. وسلام لنجران، سلام تهانينا لناجي بن مسفر اليامي. ثاني التحديات فكانت هنالك الجزيرة وسعيد بن محمد بن سعيد المري ثلاث مراكز. فكان الوصول من شعار خلب بن نايف بن فرتاج الشمري رابع مراكز، وصول من شعار حمد بن سالم بن علي المري خامس مراكز، شعار نايف بن خالد بن سعيد الهاجري مع سلاطين. تهانينا والف مبروك لناجي بن مسفر اليامي على انتزاع الحنيشه لانه وصل الشوط توقيت زمني 3 دقائق 7 ثواني و10 اجزاء من الثانيه. تهانينا لناجي.